هو الحقيقة بورصة النيل أول ما بدأنا نفكر فيها في سنة 2006-2007 كان الهدف الأساسي منها إن إحنا نحاول نساعد الشركات المتوسطة والصغيرة إن هي تحصل على التمويل اللازم من خلال قيد في بورصة منظمة، وهو ما أطلقنا عليه بورصة النيل. وكنا لما بصينا على القطاع على الاقتصاد المصري وجدنا إن ما يزيد عن 30-75% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بيجي من خلال الشركات المتوسطة والصغيرة، وبالتالي كان هناك حاجة لإيجاد التمويل المتوسط طويل الأجل من خلال مصدر آخر وهو المتمثل في سوق المال، وبالتالي كان هناك الفكرة المتمثلة في إيجاد بورصة منظمة لقيد الشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها في الحصول على التمويل المتوسط وطويل الأجل. إحنا من ضمن الحاجات اللي إحنا بدأنا نبص فيها وإحنا بنمشي بورصة النيل إن إحنا نيسر على هذه الشركات. إحنا لما بدأنا نفكر في قواعد القيد للشركات في بورصة النيل كنا عارفين إن قواعد القيد الموجودة في البورصة الرئيسية لا تنطبق بشكل أساسي على بورصة النيل، باعتبار أن نوعية الشركات اللي هتقايد في بورصة النيل مختلفة عن الشركات الموجودة في البورصة الرئيسية. شركات في بورصة النيل هي أقل حجما، خبرة القائمين عليها أقل مقارنة بشركات المقايدة في البورصة الرئيسية، أحجام رؤوس الأموال أقل، وبالتالي كان هناك حاجة لمساعدة هذه الشركات. والحقيقة كل القطاعات بتحتاج ريادة في الأعمال، ولكن يمكن القطاعات اللي بتركز أكثر على الفرص التصديرية أو القطاعات اللي هي محتاجة درجة أعلى من الابتكار متمثلة في قطاع الاتصالات وقطاع البرمجيات وقطاع الاي تي، أعتقد دي من ضمن القطاعات اللي بتبقى محتاجة نوع من أنواع الأفكار ونوع من أنواع الابتكارات في عمليات التعامل عند وجود فرص استثمارية محتاجة هذه الشركات إنها تستغلها.